لا 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 انا عرفت انا عرفت تو برشا هدوء مش خليك تتحاور مع الكوره. نشوف حاجه عمرنا ما شفناها في الملعب اللي عندك بالكتفين بالراس بحمادي العقرفي. أعتقد أن حمادي جدير بهذه التحية. يعني قداش نقلت الكرة مرة في حياتك تقريبا؟ نجم ما غير مباراة نجم قد ما نهبمها قد ما تحب يعني كما تهبش توش تحس روح عندكش رقم قياسي في الجنجير متاع الكرة ولو أن هو فن استعراضي كبير برشا حمادي. الحق ما حسبتش أنا أعرف نجم نقط إذا ما تعبتش إذا ما تعبتش باهي ما نشفت لك أكثر من هكا لكن كتابنا تلامس فيها الكرة شنو اللي تحس به في داخلية نفسك؟ تحس في أنك تحاور أنك بنات تقول في حاجة صحيح واحد أنا نحب الكرة ولأن واحد كيحب حاجة يلمسها بحب أكثر وفي ناس وتعطيها قطرة معناتها دونك هكاش نحس داخليتي صادق في تعبيره. تفضل حمادي مرحبا بك. تفضل خويا حمادي. حمادي تعرف اللي صاريتنا تلم كل شيء مع بعض. وأول حدث تهتم به هذا المساء هو مرور سنة على تأسيس بيت الشعر. هذا المكسب الثقافي الكبير بقرار سيادة الرئيس وقع أولا تأسيس دار للكاتب، دار للصحفي، دار للموسيقى وهذه بيت الشعر. قبل ما نمشي لبيت الشعر قبل ما نحييها بطريقتنا باش نعطي نص. لأن جيت الكرة كي في الستينات وفي عمر السبعينات عمري صغير بديت كرة صغيرة برشا يعني من اللي نعرف روحي بديت نقف على سدايا بديت نشوط في كرة. وقتاش حسيت اني مشيت؟ حسيت من 10 سنين 10 سنين عرفوك في الحومة ولا في كيفاش مشيت للنادي؟ مشيت في النادي كانت النادي يعمل دوريات كل سنة يعمل دورية مع الحوم ماتشوات الحوم يعمل ضد نعمل ماتشوات ضد السياسات وكيف الحوم نعم أنا الحومة في برت العلوش نعم عملنا ماتش مع سياسات من وقتها شكون فيها السياسات وقتها؟ ما نذكرهمش صار ما نذكرهمش 10 سنين وقتاش أمضيت أول إجازة نتاعك؟ 64 في سن شنو؟ المينيم من المينيم بديت اي قداش قعدت في المينيم؟ عديت عامين نتاع المينيم عامين تذكر شكون معاك في المينيم؟ وبعد ولاو لاعبين معروفين؟ نذكرهم انا في الظروف هذه ما نجمش نذكر يزيد برشا لو برشا لو برشا كاميرا نعم عندنا برشا ملاعبين وقعدوا لعبوا برشا في ليكيب سينيور المينيم تذكر حتى نذكرهم ذكر علي الحتفي ذكر بعض النبي ذكر النبي صويح مش صويح تاع هيك الحبيب نعم اكبر مني مطمط اللي تحكي على رميل نحكي على سي 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 اي ممكن يذكر اكثر مني قاسم قاسم اي قاسم ارشيف اي ارشيف تونس لولو تونس لولو ايوه لعبت عمين منين ثم بعدين لعبنا الاذاني كادي نعم كادي بديت نلعب كادي جونيور اسبوار نعم لكن المرحلة هكايا قالي حدث نلعب منين كادي اسبوار مثلا نعم وقفت عام ومن بعد كملت نعم حتى 69 في السينيور سينيور شكون المدرب الاولاني اللي حس بيك يعني برشا مدربين برشا مدربين توانسه ومدربين اونسيان جوار من المدرب اللي في العهد كان اجنبي وكان كريستيك كريستيك ديما تحكي عليه حمدي ديما حتى في النادي الصفاقسي ديما يحكيوا عليه خاطر كان اول اجنبي جا لتونس ممكن النادي الصفاقسي ماشي تونس ممكن نعم. يعني 69 نجم نقول نجم حمدي ولا مازال
بداية مش لازم بداية بداية هذه الفترة اللي فيها الانطلاقة نتاعك ولد نجم كبير يعني 72 73 نجم مش كبير نجم لاعب في نادي سباقسي بالنجم مش على فريق قوي وبعد وقتاش عندك الإشعاع الوطني الإشعاع الوطني خرجت الفريق قوي عرفت أكثر في تونس وعرفوني جمهور تونس كله معناتها نعم أكثر في صفاقس كان يعرفوني مليانة مني نعم مغرومين بيك من الصغر نعم في تونس ما يعرفونيش معناتها نعم